لاكارت ناسيونال ديالك؟ أنا لاكارت لقاح ديالي. هاي انا لاكارت لقاح، لاكارت ناسيونال. هاي 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 باقي ما دخلتش اسي وسام. كنشكركم بعدا اولا على هذا الحضور ديالكم وعلى هذا الاهتمام بهذا الموضوع. حنايا هذا الشيء اللي كيعملوه لنا السلطات وهذه راه مزيانه بزاف، ولكن للاسف خاص يكونوا تسهيلات. تسهيلات المواطنين، ماشي كلشي عنده التلفازه، ماشي كلشي عنده الفيسبوك. الاغلبيه عندنا راه ما كيعرفوش فين راسو ماشي. خاص يكونوا شويه تسهيلات نهار الاول والثاني والثالث عاد ممكن. راه كاين الناس اللي باقي ما داروش حتى الاولى، يقدر ينبهوه بهذه الطريقه. باش يقدر الانسان يمشي يشوف راسو، يقول الطبيب واش جايزالو ولا ما جايزالوش، يعمل بعدا عين الاولى والثانيه وراه ما جات الثالثه. ها الجواز ديالي عملته انا الاولى قبل السنين ديالي، انا غير شفت هذا الشيء يعني جا عملناه ماشي مشكل، ولكن الثالثه راه ما غنعملهاش لا انا ولا اسرتي. هو الاول انا اشو بقى كارتا تليفون انا بترقيع يكون عندي. نعم عملتها خصهم ضروري خصهم يعملوها، يعني فهمتي خصهم يعملوها باش يمكن يعني اي حاجه تستقبلهم، يعني اداره ولا دائرات ولا طريق ولا براجات، فهمتيني يعني خصهم ضروري يعملوها، يعني ضروري فهمتي، يعني ما يمكنش شي يعملوا شي ما يعملوش، يعني خصو يعملوا اجباري يعني كلشي. مهمه وقضيه بالنسبه للانسان باش الحمايه ديال المواطنين، راه طبيعه الحال باش الانسان اللي باقي ما عملش هذا التلقيح راه خصو يمشي يدير التلقيح، ان الامور راه باش نحافظوا على هادشي ديال بلادنا باش الوباء يهود. ان الطريقه صراحه وما تعاملناش مع بعضيتنا، زعما نكونوا يد في يد باش نحاولوا نقصوا من هاد الدائره. ان هادشي مصلحه ديال المواطنين كاملين. حتى بالنسبه للتسهيلات راه كاينه تسهيلات، ان بالنسبه اللي بدا الاولى راه كيخرج لك وزاز ديال التلقيح اللي هو كيسهل عليك حتى بالنسبه للاداره ولا كذا. ان كاين شي مواطن راه كيحتاج الاداره، الانسان شحال ما تهرب الاداره غادي يحتاج، ان هذا هو الامور اللي هي صارمه. كنصحوهم يتجهوا للبلاصه ديال التلقيح يتلقحوا، ان الامور عاديه ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه. ان كلشي كنشوفوا من الناس واحد العدد كبير اللي هو تلقح، باقي واحد النسبه اللي هي صغيره وصافي. ان كاين بعض الناس اللي عندهم تخوفات، ان كيسمعوا الاشاعات ديال الزنقه وكذا، هذا هي اللي كتاثر عليهم وصافي. وحنا كنتمنوا حتى الناس اللي كيطلقوا الاشاعات يحاولوا ما امكن فهمتيني ما يبقاوش يطلقوا الاشاعات، ان التلقيح راه كنعرفوا واحد العدد كبير وحنا بدنا لقحنا الامور عاديه، ما كاينش زعما شي حاجه اللي هي ما كاينش شي تاثير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.